تلك الكلمات وغيرها صادحت حناجر أهل مصر تمجيداً ليوم السادس من أكتوبر لعام 1973، وتخليداً لأبطاله من القادة والجنود الذين استطاعوا عبور حاجز اليأس وكسر جدار الخوف والهزيمة ليحققوا لمصر والعرب أول انتصار حقيقي على عدو غاصب طالما زعم أنه لا يقهر. في ذلك اليوم المجيد وعلى صيحات الله أكبر تدفقت عشرات الآلاف من جنودنا البواسل عبر قناة السويس، وفي ساعات معدودة كانوا على الضفة الشرقية للقناة يحطمون خط بارليف المنيع ويفتكون بجيش العدو الذي تساقط أفراده كالذباب في النار، ويثأرون لأنفسهم وبلادهم وإخوتهم من الشهداء الذين قضوا نحبهم على أرض سيناء قبل ذلك اليوم بسنوات قليلة. لم يكن النصر العسكري كل ما في الأمر، فقد أثبت يوم أكتوبر وما بعده أن اتحاد كلمة العرب وفعلهم ليس حلما بعيد المنال، بل كان ترجمة أمينة لما يجمعهم من وحدة الجغرافيا والتاريخ والأرض والمصير، وأن تحقق هذا الاتحاد بشكل جزئي أمر بالغ التأثير وقف أمامه العالم مبهورا خاضعا لكلمتهم ومقرا بعدالة قضاياهم وبحقهم في الدفاع عن أنفسهم وأرضهم. أما أهم انتصارات أكتوبر فكان العثور على معادلة النصر. الهزيمة التي كانت في عام 67 تحولت إلى انتصار باهر على العدو نفسه بالسلاح نفسه وفي الجبهة نفسها وبالجنود أنفسهم. الفارق الوحيد كان في تماسك الجبهة الداخلية وقيام كل فرد بدوره والتذرع بالتخطيط العلمي والعمل والتدريب المستمر مع عدم الاغترار بالقوة والإصرار على شيئين لا ثالث لهما: النصر أو الشهادة.